السلام عليكم. اليوم نصوب واحد الساندويتش ديال الطون، تيجي غاية في الروعة، تيجي لذيذ بزاف. خصنا بتي بان بحال هذا، بتي بان ساندويتش، نحيدو ليه شوية البابا، نديرو فيه شوية ديال الحار، تبقى اختياري. والطون ضروري يكون نوعية جيدة، طون ممتاز موجود في الأسواق. شوية ديال البصلة مخلطة مع الربيع، مطيشة مقردة، تنديرو فيها شوية ديال الخل، زيتون مقطع مخلط، كحل أبيض، شوية ديال الكاشير ولا مورتاديلا محكوكة، خيزو زوتا هو محكوك، والخص مقطع رقيق بهذا الشكل هذا. ونضيفو الكيتشوب ديالنا والمايونيز. مايونيز من الأحسن يكون مصوب في الدار، ونقطعوه بهذا الشكل هذا، نديرو في الطبسيل ديالنا، نزيدو عليه الفريز، تيبقى اختياري. بغيتو تصوبو في الدار هادي هي الطريقة، بغيتو تجيو عندي مرحبا بكم. طان طان درب سلطان.